لك على حاجه، انا بيئة كواحده عندي وتنمية بزنس، محلية وحاجات انا واحده عندي بزنس في المنطقه بتاعت مدينه السادات، وده اللي وصلني للمنطقه دي اللي انا اكتشفت فيها موضوع المدخل الصحي اللي فيه كارثه بيئيه بكل يعني تمام. بكل انا عايزه احط ايدي على مين صاحب المشكله. طب انا هقول لحضرتك على حاجه، انا هقول لك القصه وانت تحددي، لان حضرتك اكيد فاهمه السيكونس بيمشي ازاي. انا ممكن احدد عندي مصنع ورحت جبت المصنع ده الوحيد على مستوى العالم اللي ممكن ياخد الزباله بدون فرز، بدون فرز خالص، وياخد حتى مخلفات المستشفيات، وياخد مخلفات عضويه، وياخد حتى قصص الحيوانات الناطقه بدل ما هي مرميه والطيور بتيجي تخطف منها. تمام. اجيب لك المصنع ده ياخد كل المخلفات، يطلع لك طاقه من المخلفات العضويه، طاقه تعمل لك كهرباء، وبعدين تدخل على الضغط العالي بتاع وزاره الكهرباء ويطلع لك من اي مخلفات بلاستيكيه، يطلع زيوت عاليه الجوده بتروليه، بيطلع لك عناصر. كل الكلام ده بيتباع لحساب مين؟ بيتباع لحساب المحافظه اللي موجوده على ارضها المصنع. اوكي، النهارده المحافظ، انا دخلت اللي هو محمد زعيم محافظ الغربيه، قلت له يا فندم انا جايبه لك المصنع ده بكام المصنع؟ بمليار جنيه. قال لي ما عنديش فلوس. قلت له وانا ما اقدرش اطلب من الدوله جنيه بعد الثلاث سنين الرهاب اللي احنا عندنا فيهم. انا جايبه الاستثمار وهشتغل معاك بنظام البي او تي، وبعد ما ارجع استثماري واعمل لك الميكنه الاداريه، خلي بالك احنا عندنا مشكله، هسيب لك المصنع الاداريه، هسيب لك المصنع، هسيب لك المصنع بعد ما اكون بعد اخد فلوسي وارفع. ناخد، مش هاخد فلوسي بس، ما هو كمان شريك معايا في المصنع على الارض بتاعته، الارض بتاعه المحافظه. أوكي. لو النهارده بعنا كهرباء ولوزات الكهرباء اللي جزء عليكي وجزء عليه بالظبط، والمصانع محتاجه كهرباء. قال لك ايه بقى؟ قال لك ايه بقى المهم؟ قال لي ايه؟ او ماي جاد، قال لي ايه؟ يعني قال لي ايه؟ اصل طب روحي شوفي وزير البيئه يقول لك ايه؟ طب اصل ما بتكلم وزير البيئه ما بيردش عليا، طب اصل وزير الكهرباء بيقول لي انت لو عملتي المشروع ده هتخسري. قوم انت فهمتي ان هو كان كحالك ليه؟ قوم ايه بقى؟ يا فندم ما اقدرش اقول قال لي ايه، لانه ما اقدرش اقول لك التسويف اللي حصل، ده تسويف. انا معاكي، لكن انت بخبرتك اللخبطه دي، هل في مصالح اخرى؟ هل لان هو مش فاهم؟ هل لان هو خايف ياخد قرار؟ كسل مثلا؟ بصي حضرتك، هو اول يوم لما رحت ازور فيه عشان خاطر قصه المصنع دي نبتدي نعمل لها دراسه، كان معايا الخبراء الاجانب معايا وقابلهم، قال لي جمله، قال لي بس بلاش نتكلم عن الموضوع ده قدام الزبالين عشان ما يزعلوش زعلهم وحش. هو دي الجمله اللي انا قلت له، انا مش جايه اعاكس حد في اكل عيش، وانا عارفه ان الزبالين دول اكل عيشهم في فرز القمامه. ليه ما ممكن يشتغلوا في المشروع برضه؟ ليه لا؟ طب هو ايه المشكله؟ طبعا طب بصي يا شيرين، شخصيه ايجابيه يا شيرين، احنا الموضوع ده هنفضل فاتحينه، احنا هنفضل، لا اسمعي بس ثانيه واحده، هنفضل فاتحين الموضوع ده شيرين، ونتمنى انك تكوني ضيفه عندنا قريب الاسبوع اللي جاي عشان مكملين الموضوع ده. بشكر حضرتك.